أنا قلت لك واقع يفترض. لا لا عندي تفسير واقعي. عندنا تفسير واقعي وعندنا تفسير وعندنا قلت لك عندنا خطوات بالوصول إلى القتلة وإن شاء الله نوصل لهم. أنا أقول إن شاء الله نوصل لهم. لكنه هل أرجع وأقولها أنه مو كل شيء إحنا نصل له يجب أن نظهر نحكي بالإعلام احترام للإعلام. يظهر بعد ما تكتمل التحقيقات بعد ما تكون نتائج ونتائج حقيقية. راح أنا أحكي عن نفسي أيضا أقول لو وصلنا إلى نتائج للقتلة كائنا من يكون بغض النظر من هو صدقني معاك مع زملائك الإعلاميين الآخرين راح أطلع أقول هذا القاتل. طبعا بالمناسبة القاتل يمثل نفسه قد وراء من دفع للقتل يعني مجموعات. لا لا هو أنا جاي أقول لك بالتحقيقات قد وراء من دفع القتل قد أكو أشخاص ممكن أنه يكون بكل العالم قاتل مأجور. هذه تثبتها التحقيقات نتائج التحقيقات وين راح توصل راح تثبت هذه. وإذا وصلنا إلى هذه النتائج أوعدك يعني أنه عندما نوصل إلى نتائج حقيقية وثابتة ما راح يلومنا بالحق لو ما تلائم. أنا شخصيا أطلع أقول هذا القاتل فلان. إلها وقت إلها وقت محدد تحقيقات والله مفتوحة. أنا شوف لا لا ماكو شيء مفتوح لكنه الكل يجمع أنه هذه العمليات الاغتيال بها صبغة سياسية يعني مو جنائية هاي. لا لا هو جاي